صباح الخير مشاهدينا الكرام. عندي انا بسنابي فقرتي اللي هي رحله الجمعيه اعلمكم شلون تقرون النيرشن فاكت. اليوم بعلمكم شلون رحت الجمعيه لما تمسكون شغله لازم تعرفون شنو هي اللي بيدكم، ما لو مكتوبه قدامكم اورجانيك والمصدر عالي من الكتبه، لان هذه ترى تعتبر تجاره، ما تعتبر انه هو ترى يعني هم قاعد يحاولون يعني ماركتينج ان الشغله هذه ترى زينه، بس لازم انتم تعرفون تقرون الشيء عشان تعرفون هل هو فعلا زين ولا مو زين. انا بيدي شغله حاطه فيها نيوتريشن فاكت، طبعا هم اخذوها المصورين اورونكم اياها الحين، اللي هو نيوتريشن فاكت. اول شيء ننظر له اللي هو السيرفنج سايز، اللي هو اول شيء السيرفنج سايز 3/4 كوب، فمعناته النيوتريشن فاكت او الجدول الغذائي اللي احنا قاعد نقراه الحين حق 3/4 كوب، مو حق العلبه كلها ولا نحط كثر ما نبي، لا حق 3/4 كوب. اهم شيء ننظر له اول شيء اللي هو السعرات الحراريه. ليش؟ لان انا السعرات الحراريه تعلمني اذا شيء فيه اشياء وايد ولا لا، يعني مثلا اذا كان السناك الوجبه الخفيفه 100 سعره حراريه، لو هي 100% شوجر كلها 100% شوجر كلها سكريات ما راح تكون عاليه درجه كبيره، ولكن اذا كان ماسكه شغله فيها السعرات الحراريه 200 250 هني اخاف اشوف ايش كثر السكر، ايش كثر بروتين، ايش كثر الياف. فدائما انظر اول شيء حق السعرات الحراريه. حق 3/4 كوب من الشغله اللي بيدي فيه 180 سعره حراريه. طبعا هذا اللي بيدي يعتبر كورن فليكس، فيعني هذا كريوب او كوجبه حق عشاء ممتاز. ف 3/4 كوب في 180 روعه، مع حليب كوب حليب كان خالي الدسم في 100 120، وصلنا الى 300 سعره حراريه. ك انا قاعد اتكلم 300 سعره حراريه حق الناس اللي يبون ينزلون وزنهم، مو الناس اللي يبون يحافظون. 300 يعتبر ممتاز انا عندي كوجبه ريوب او وجبه عشاء، فاول وحده نحط عليها تشيك ان 180 زين. ني نطالع عقب نسبة التوتال فات، طالع ليها أول واحد 4 جرام ممتاز. أنا دائما لما أشوف حق الألياف أنا آسفة الدهون أفضل دائما يكون أقل من 7 جرام إذا كانت كوجبة رئيسية، يعني إذا كان حق ريوق أو غداء أو عشاء، يعني طبعا هذا اللي يكون أخف، دائما أحب أن يكون نسبة الدهون تكون أقل من 7 جرام، فإحنا هين ماشيين صح. ني نطالع تحت التوتال فات الساتشريتد فات والترانس فات. الساتشريتد هي الدهون المشبعة، هي أسوأ أنواع الدهون، والترانس فات اللي الدهون المحوله هم تعتبر من اسوء انواع الدهون. يعني انا عندي الدهون المحوله اسوء من الدهون المشبعه. عندي هم حاط لي اياها 0 0. طبعا انتم لما تقرون 0 جرام القانون يقول شنو؟ قانون لما يحطون نيوتريشن فاكت او جدول غذائي، القانون يقول اذا انتم حق السيرفنج سايز 3/4 كوب اذا كان اقل من 0.5، يعني كان 0.4، فتقدرون تحطون 0، فهو احتمال الدهون المحوله مو صفر، فراح يحتاج لكم 0.8 0.4. فاذا انت جيتي وخبيتي بدال تاخذين 3/4 كوب على بالك انه زيرو انه ماكو دهون محوله، وتاخذين اللي بدالها كوب ونص، يعني خذيت دبل، فبدال 0.4 صار 0.8 فيعتبر حم عالي. فديروا بالكم من هالنقطه، مو معناتها زيرو صفر معناته انه هو فعلا صفر، هو لا علاقه ترى انه شنو القانون شلون نحطها. ني نتكلم عن الكوليسترول. ترى الكوليسترول مو تواجد بالاكل الرسمي، يعني وايد هبه وهبه في الدهون النباتيه، زي زيتونك خالي من الكوليسترول. هو طبعا اكيد انه خالي من الكوليسترول، مو معناته انه فيه، لان الكوليسترول مو يتواجد بهالطريقه، بس قاموا يحطونه يعطيك احساس انه اوه ترى زيرو كوليسترول فزين ماكو مشكله، هذا مو صحيح. نتكلم عن الصوديوم، وانا متابعين بسناب متعودين علي اني انا وايد ادقق على الصوديوم، دائما لما ناخذ اشياء معلبه بهالطريقه احب اطالع السعرات الحراريه واحب اطالع الصوديوم، ليش؟ لان الصوديوم يعطي يحافظ، يعني يكون من مواد الحافظه، كل ما زاد كل ما يزيد الشلف مدة الصلاحية الشيء اللي أنا بيدي، بالإضافة أن الصوديوم مضر حق جسمنا. فأنا أحب لما ننظر حق وجبة خفيفة أحب يكون الصوديوم أقل من 200 ملغرام، وإذا كان كوجبة أحب يكون ما بين 400-350، ما أحب يكون أعلى من هالشيء هذا. فالصوديوم هني 125 ممتاز كريوق وحتى حق عشاء وحتى حق سناك. فوايد ناس أقول لهم أخذلكم روب صغير يكون فيه البكتيريا النافعه، حطوا معها قفشه من هالسرير، خبيتوا الياف ما فيها صوديوم وشبعتكم بطريقه زينه، وقفشه ما تكون حيل عاليه لان 3/4 كوب في تقريبا 180. نطالع تحت الصوديوم والبوتاسيوم هي الاملاح، التوتال كربوهيدرات اللي هي النشويات، وهذا اللي هو مصدر الاساسي حق السعرات الحراريه. هني طالعه 32 جرام. انا دائما افضل حق وجبه خفيفه الكربوهيدرات تكون 15 واقل من 15 جرام واقل، دائما افضل هالشيء عشان حتى حق مرضى السكر حق ابر الانسولين 15 دائما هو تكون ال1 يونت فيتعودون عليها، فدائما افضل يكون 15 جرام واقل.
تحت النشويات عندنا دايتري فايبر، الالياف اللي تكلمنا عنها، قلنا لكم الالياف الفقره اللي طافت تكلمنا عنها وفوائدها وشلون ان احنا جسمنا يحتاجها، فهذا شيء لازم تطالعونه، اذا انتم ماخذين شغله حاطين بالكم انها مصدر عالي حق الالياف. مثل ما قلت لكم الساليبل فايبر وان ساليبل فايبر تكلمنا عنها المذابه وغير المذابه، ومن الافيد عندنا المذابه، الا اذا انت شخص تبي تاخذ هالشغله عشان انت عندك مشاكل في الامساك انظر حق الان ساليبل فايبر اللي هو مال غير مذابه. الساليبل فايبر فيها 9 جرام، انا اسفه الساليبل فايبر فيها 4 جرام. انا دائما افضل ان الشغله اذا قال لكم انها هي عاليه بالالياف لازم تكون فوق ال 5 جرام. هو التوتال فايبر فيه 9 زين؟ انا ابيكم تطالعون الساليبل فايبر مو التوتال فايبر. الساليبل فايبر يفضل يكون فوق ال 5، هني عندي 4 فما اعتبره انه يكون عالي وايد. الان ساليبل فايبر فيه 5 وهذا يعتبر زين. فانا البرودكت اللي بيجي حق الناس اللي عندهم مشاكل في الامساك انا اعتبره زين. بس اذا يبون ينزلون كوليسترولهم ما يعتبر يعني مصدر اساسي حق الالياف المذابه. البروتين هم هذا وايد مهم حق الناس اللي يزيدون عندهم اللي يمون رياضه ومحتاجين بروتين، حق الناس النباتيين افضل انهم يحاولون ينظرون حق البروتين. 11 جرام بروتين ولا اروع، ممتاز حق شيء انتم قاعد تاكلونه مع حليب ما في مصدر حق بروتين، انا اشوفه عالي، دائما احب يكون 10 فوق وهو 11 فهو زين. اي حين نقطه وايد مهمه اللي هي الانجريدينتس اللي هي المكونات. كل ما كان قصير كل ما تظنون انه هو ما في مواد حافظه. اذا في دهون مهدرجه شيلوه ردوه. دهون مهدرجه تعتبر من اسوء انواع الدهون، سبب السرطان، سبب مشاكل، فدائما اذا شيء فيها دهون مهدرجه اللي هو يسمونها ترانس فات او هايدروجينيتد اويل شيلوها. انزين ودائما اذا شفتوا اي سمثينج اي 15 هذه الالوان اللي تكون كذا نوع واحد لون واحد نطوفها، لكن اذا شفتوا كذا شغله فهذا يعتبر انه شيء مصنع وبروسس طريقه مفيده. ان شاء الله استفدتوا معاي في قراءه الجدول الغذائي ونشوفكم ان شاء الله فقرات القادمه.